فلنساعد بعضنا كلنا عربا اكرادا اشوريين وقوميات اخرى لنبني سوريا حره ديمقراطيه لنا الاخر. فلنساعد لنقول للنظام باننا لن ننصهر كل مشاريعه الاستثنائيه والعنصريه، باننا سنقاوم التعريف وسنقاوم تغيير هويتنا وسنثبت لكل مثلهم باننا شعب نقيم على ارضنا التاريخيه، شعب لنا الحق ان نكون هنا شركاء في هذا الوطن، شركاء في سوريا. فلنعمل معا ولنساعد بعضنا لنبني سوريا تعدديه، سوريا لكل السوريين، يكون فيها الكرد شعب يعيش على ارضه وجزء من الشعب السوري. تعرفت على الشهيد مشعل تمو في بداية الثمانينات حيث كان طالبا في جامعة حلب وانضم إلى حزبنا. كان وقتها كنا في حزب الاتحاد الشعبي الكردي. كان شابا متحمسا جريئا مهتما بالثقافة متابعا لتطورات السياسية في المنطقة. كنا نتأمل منه أن يكون له مستقبل نتيجة هذا الحماس وهذا الاطلاع الثقافي الواسع. يعني علاقتي فيه علاقة خاصة جدا، كانت يعني أخوية وأكثر من أخوية غير سياسية. يعني حقيقة في انسجام كان بالطريقة التفكير والعمر والرؤية وبكل شيء حتى بشكل النكتة. يعني كنت أشعر دائما أنه الجزء الثاني مني هو كان يعني كان بك الجزء الكردي مني هو شعبه، بشعر أنه الجزء العربي منه هو أنا. از دخوازم بردوام بکن بکردی بس ده ببورن از هین که جیب عربی بشتغلن جبر از دخوازم او فهم بکن جمع و از دخوازم او کسی ای جهان ابتغایی زن بین امچو دخوازن و امچو نو امچو ملتن ایوها الشباب الذي نفتخر به يا شبابنا الكردي نفتخر بكم ونعتز بكم ونقول ما دمتم أنتم موجودون فالمستقبل لنا شاء النظام أم أبى. طبعا علاقتي بالمرحوم الغالي مشعل ليس هي علاقة سياسية فقط، بل هي علاقة وطيدة، علاقة اجتماعية، علاقة بين شخصين في الحقيقة أقدر أن أوصفها بعلاقة روحانية. أريد أن أبرز هنا الآن صفات مشعل الإنسانية، حيث كان يتمتع بعاطفة قومية تمتاز عن قوته السياسية. كان دائما يفرق بين الفكر السياسي وعاطفته الإنسانية. Ay canı ya valla çıkmaşım Ay canı Ay canı
والله عشق وعشان بجاني دليلك هيدرك عشان بجاني دنيا بيك هيدرك وعشان بجاني. استمرينا معا في العمل الحزبي حتى عام 1991 حيث حصل انشقاق في الاتحاد الشعبي، انقسم إلى تيارين، تيار تزعمه صلاح بدر الدين والتيار نحن مجموعة الكوادر المتقدمة والقيادة في الحزب. وقف مشعل تمو إلى جانب تيار صلاح بدر الدين وانقطع الصلة الحزبية بيننا، بينما لم ينقطع العلاقة الشخصية والاجتماعية بيننا كصديق وابن منطقة واحدة درباسية. لأن طموح مشعل وفردية صلاح بدر الدين لم يرق لمشعل فترك التنظيم وبدأ يعمل في الحقل العام منذ عام 97 في شأن المجتمع المدني. وعندما حصل ربيع دمشق في 2000 كان الشهيد مشعل من أوائل المشاركين ومن أوائل الشباب الكرد المشاركين في الحراك في حراك المجتمع المدني. يعني شهد الحراك السياسي الكردي نشاط جيد جدا منذ ربيع دمشق، وقد كان الحراك الأهم في السنوات الأولى من هذا الربيع لحدود 2007-2008، وكنا نعتمد بشكل أساسي على الكتلة البشرية الكردية في التظاهرات وفي الاحتجاجات. مشعل تمو في بدايات ظهوره بشكل كثيف أواخر 1999 بدايات 2000 قدم خطابا جديدا، خطابا مزيجا بين الحديث وبين الخطاب الكردي الوطني، وهو خطاب قلما قدمه أحد أساس الكرد. قدم خطابا ثقافيا سياسيا، وهذا الخطاب تبلور في العديد من المنتديات الثقافية والسياسية التي أنشأها بمشاركة العديد من السياسيين والكتاب العرب أمثال جاد الكريم الجباعي والبني وغيرهم. هذه بروفة والعمل قريب إن شاء الله. نعم هذه بروفة، سنبشر القاتل بالقتل ولا مصير له إلا القتل. نعم هي رسالة نرسلها من هنا من قامشي، من بلد التآخي، من بلد الوحدة الوطنية بالكرد والعرب والأشور، ننشرها إلى قاتل الشعب السوري. نعم إن دم شباب سوريا لن يروح هدرا، لن ندعك يا بشار الأسد تسلم بما فعلت، فالمستقبل قادم الله للناس. نحن لا نريد فقط اسقاط الرئيس بل نريد محاكمة الرئيس على ما فعل. يعود تواجد الكرد في سوريا الى ما قبل الدولة السورية بآلاف السنين، حيث يعتبر الكرد من الشعوب الأصيلة في المنطقة أسوة بالآشوريين والسرياديين. أثناء الحكم العثماني لم يكن هناك حدود بين الحدود الحالية بين هذه الدول، حيث كانت الحدود مفتوحة من إسطنبول حتى مكة المكرمة، ولذلك حدث اصطفاف طبيعي لتواجد العرب والكرد في هذه المناطق. بقي هذا الحال إلى أن جاء الاستعمار الفرنسي والإنجليزي باتفاقية سايكس بيكو وقسم المنطقة إلى عدة دول. ومن المؤسف فقد ظلم الإنجليز والفرنسيين الكرد، حيث قاموا بتقسيم
بلاد الكرد إلى بين أربع دول، هي تركيا وعراق وإيران وسوريا. وأعتقد أن هذا يعود إلى الانتقام التاريخي من دور الكرد أثناء الحرب الصليبية بقيادة صلاح الدين الأيوبي. وكلنا نتذكر قول غورو عندما احتل دمشق، ذهب مباشرة إلى قبر صلاح الدين ورفس بإجريه القبر وقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين، الآن انتهت الحروب الصليبية. بالتأكيد ساهم الكرد بشكل فعال ومنذ البدايات في مقارعة الاستعمار الفرنسي، ويعتبر ثورة إبراهيم هالانو ثورة ضد الاستعمار الفرنسي بامتياز. وفي عام 1937 ثار أهل عمودة ضد الاستعمار الفرنسي، وتم قصف عمودة وقرى عمودة بالطيران، خاصة في قرية الحبش، واضطر الأهالي إلى الهروب إلى العراق لتجنب الاعتقال من الفرنسيين. نتيجة طبيعية للقمع الممارس على الكرد، هذا القمع هو قمع مزدوج نتيجة للقمع العام الممارس من قبل النظام على الشعب السوري. الكرد كانوا يعانون قمعا آخر، وهو قمعا قوميا، بالإضافة إلى السياسات التمييزية التي المعروفة لدينا التي قام بها النظام آنذاك منذ مجيء حزب البعث. شكلت هذه السنين تراكمات كثيرة على لدى الشعب الكردي، هذه التراكمات التي وجدت لها منفذا عام 2004. كانت ما حصل في 2004 من انتفاضة شعبية كردية عارمة آنذاك كانت نتيجة طبيعية للتراكمات التي كان يعاني منها الشعب الكردي. أحداث 2004 كان افتعالا من قبل النظام، الهدف منها ضرب الحركة السياسية الكردية بقسوة وضرب الشعب الكردي، نظرا لتخوف النظام من إعلان الفيدرالية الكردية في كردستان العراق ووجود الجيش الأمريكي في العراق. أحس النظام بأن هناك خطرا كرديا قد تحدث نتيجة تأثر الأكراد في سوريا بأكراد العراق، فكان افتعال حادثة الملعب. إلا أن رد الشعب الكردي بانتفاضة عارمة امتدت إلى كافة المناطق الكردية من ديريك إلى الحسكة إلى راس العين والدرباسية وعامودة وعين العرب وحتى حلب وعفرين ومن ثم دمشق. فاضطر النظام إلى التراجع ومارس سياسته القمعية، واستشهد نتيجة ذلك 31 شهيدا وأكثر من 300 جريح نتيجة الانتفاضة الكردية. هذه الانتفاضة عزز مواقع الأكراد أكثر في سوريا بدلا من
ضعفها، حيث شعر القوى العربية التي كانت وقتها صامتة أو شبه نائمة، وكان ووقف موقف المتفرج، إلا أنه وقف موقف المذهول أيضا، أن الشعب الكردي استطاع في أيام معدودة أن يهز النظام من جذوره. انتفاضة قامشلو كانت نقطة فاصلة في حياة عميد الشهداء مشعل تمو والعائلة، فمن انتفاضة أذار 2004 أدرك مشعل تمو بأن الشارع هو المكان الوحيد القادر على أخذ الحرية والحقوق، وعندها ولدت فكرة إنشاء تنظيم مؤسساتي سياسي ثقافي شبابي مغاير كليا لبقية الأحزاب الكلاسيكية الهرمة، وأعلن عن تأسيس تيار المستقبل عام 2005 بعد استشهاد شيخ الشهداء معشوق الخزم. أنا بينكم ليس من أجل سنوية فرهاد، سنوية موته ومأتمه، إنما أنا معكم من أجل سنوية حياته. وسنوية حياة شعبه وأمته. فرح جدا أن أقف معكم وأنا أحتفل بحياة هذا الرجل، لكنني أيضا حزين جدا لأن 20 ونيفا من شهدائنا مرت عليهم سنة على حياتهم ولم تحتفل أمتهم بحياتهم. إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. الكل يعرفون اغتيال النظام للشيخ الشهداء محمد معشوق الخزنوي، وهو شيخ ابن شيخ طريقة دينية، ويحظى وكان يحظى باحترام شديد من قبل أبناء الشعب الكردي، وأسس لي علاقات قوية مع القوى العربية في الخارج أثناء تواجده في أوروبا، ولذلك خشي النظام منه فكان اغتياله. ومنذ ذلك الحين بدأ النظام بمحاربة التيار والتصدي له بمشاركة بعض الأحزاب الكردية، ولكن بطرق مختلفة عن طرق النظام، لأنه زرع فكر شبابي ثقافي سياسي بين جيل كامل. وهنا أدركت بعض الأحزاب التقليدية بأن دورهم سينتهي تدريجيا مع انتشار فكر كفكر التيار، لذلك ساهموا مع الأمن بمحاربة التيار وتشويه سمعته. هو بالذات خرج من الحراك الثوري، من قلب الحراك الثوري، هو كان من القياديين الحقيقيين للحراك الثوري ببداياته وبتخطيط لهذا الحراك، وبالتالي كان هو الفاعل الأهم، وكان رجل شارع، رجل متكلم، رجل شارع، عنده حس جماهيري عالي، عنده حضور، عنده كاريزما، عنده وعي، عنده رؤية، وبالتالي هذا خطر جدا. كان سيأخذ القاعدة الشعبية لكل القوى السياسية الأخرى، وبالتالي كل الناس تضرروا، كل الانتهازيين الذين يحاولون اللعب أو الاستفادة من القضية الكردية وليس تحقيقها حسوا بالضرر. المرحوم مشعل كان لديه أفكار وبروتوكولات واجتماعات وبرامج
يعمل عليها على أرض الواقع، لأنه كان يعمل بشدة من أجل إسقاط هذا النظام، وكان هو أول داعي إلى إسقاط النظام في الداخل، وكان يريد أن يبرهن للجميع، للعالم أجمع، أكذوبة النظام بأن المعارضة هي مدفوعة من الخارج، بل رفع صوته مشعل التمو وطالب بإسقاط النظام بجميع رموزه وأركانه، وكان يعمل لها على أرض الواقع. وباعتقادي كان النظام بين اختيارين، فاختار أسهلهما بالنسبة له، هو اغتيال مشعل التمو. الخطاب لم يكن يريده النظام أن ينتشر في الأوساط الكردية، لأنه ربط القضية، جعل القضية الكردية، جعلها قضية ديمقراطية، قضية وطنية سورية. تهم السياسي في حلب، تهم السياسي في درعا، تهم السياسي في اللاذقية، كما تهم السياسي الكردي. التصعيد في خطابه السياسي وفي رؤيته لحل القضية الوطنية السورية جعله من المستهدفين، من أكثر المستهدفين من قبل النظام. نظرا للجهود الكبيرة التي بذلها مشعل في إثارة الشارع الكردي والسوري عموما، وبداية تفكيره بأن منطقة الشرق الأوسط مقبلة على عواصف كبيرة، ولا بد من أن يكون الشباب جاهزا ومن كل النواحي التنظيمية والسياسية مهيئ لكافة الظروف، بدأ يعمل على تشكيل قيادة شبابية ثانية تظهر عند الضرورة، وهذا أصبح يشكل خطرا على النظام ومرتزقته التي تعمل على أخماد أي روح نضالية لدى الشباب الكرد. لذا كان قرار الاعتقال أو التصوير، حيث كان متوجها من مدينة كوباني إلى حلب بسيارته الساعة الثانية ليلا، عندها أوقفته دورية مشتركة للأمن الجوي والسياسي على طريق حلب. طلبوا هويته كما أخبرني بأنهم لم ينظروا حتى إلى الهوية، وطلبوا منه أن ينزل من السيارة ويجلس في الكرسي الخلفي، فأخذوه بعد أن أغمضوا عينيه إلى جهة مجهولة، وبعد 4 أيام حول إلى فرع الأمن السياسي بدمشق. كان القرار وقتها هو اغتيال مشعل، ولكن بفضل الدعم الدولي وبفضل الشباب الكرد الذين نزلوا إلى الساحات، تحول القرار من الاغتيال إلى السجن. كل يوم لازم نشوفه على الشباك مرتين، كل استراحة بينزلونا أنا وحسن نشوفه من خلال الشباك، هو بجناح وأنا بجناح. كان لازم نقضي وقت طويل مع بعضنا، نحكي مع بعضنا من خلال الثقوب بالشباك يعني. فكان هذا البرنامج اليومي هو الشيء من العزاء الحقيقي اللي نحس فيه، إنه نحن عم نناضل من أجل القضية ونبني أحلام ونخطط ونناقش. كتير اختلفت أنا ومناضلين رفقاتي عرب، وهو اختلف ومناضلين أكراد، بس نحن دلينا متفقين. حتى آخر شيء علمنا الإضراب عن الطعام ب8 شهر، وقت اللي نجح الإضراب وبلش التظاهرات ونزلوا الشباب واعتقلوا أولادنا وأولاده وأخواتنا وأخواته ونزلوا، يومتها كانوا هن المادة الأساسية لمظاهرة أمام الداخلية ب16 شهر، وقت اللي جابونا إياهم على السجون وإلى آخره. فشعرنا إحنا أنه يجب أن نتابع، كيف بدنا نتابع؟ قررنا متابعة الصيام حتى الموت، حتى احتجاجا على سجن الناس. وقت طالعوا الناس فكينا الضرب، بس نحن انا وياه لحالنا تابعنا هذا النضال حتى امنا خروج اول دفعه من معتقلي الراي اللي فاتوا بالتظاهر. هي التجربه الخاصه بيني وبينه، يعني بشعر انه انا ما بكون يعني كملت او ما بكون حققت هدفي اذا حققت اهداف مشعار اللي هي
اللي هي تحقيق حقوق الشعب الكردي أيضا. يعني أنا ما بعتبر حالي يكون أنجزت إذا حققت الديمقراطية لحالة أو حقوق الشعب لحالة. يجب أن تتحقق حقوق الشعب الكردي، هذا واجب إنساني وأخلاقي أنا بتبناه، بس أنا ما بحسن كون إلا أمين للعقلانية وللمنطق وللتدريج، لأنه صعب جدا نقفز قفزة واحدة لنأخذ كل شيء. فرقت قوات الأمن السورية اليوم تجمعا ضم عشرات من أهالي المعتقلين في ساحة المرجى قرب وزارة الداخلية وسط دمشق، وقد تجمع عشرات من أهالي المعتقلين ومتعاطفين معهم أمام وزارة الداخلية حاملين صور المعتقلين ولافتات تطالب بحرية معتقلي الرأي في سوريا قبل أن تقوم قوات الأمن بتفريقهم واعتقال عدد منهم من بينهم فتى. وذكر شهود عيان أن من بين الذين اعتقلتهم قوات الأمن المفكر الطيب تيزيني والناشط كمال شيخو والناشط مازن درويش والناشطة ناهد بدوية وعمر اللبواني ابن المعتقل كمال اللبواني. هو بدك تقول يعني في تمييز بحسب ردة الفعل، يعني احنا كان ردة فعلنا على الاعتقال هو التحدي الدائم والمستمر، يعني كنا نحكي أفكارنا اللي نحكيها هلا بالسجن نفسها، بدفاعاتنا قدمنا الدفاعات اللي هلا الناس ما حكتها لسه بعد كل الثوره، شايف كيف؟ هن كانوا يتعاملوا معنا من هذا الباب، فكانت عمليه الملاحقه والاضطهاد والمراقبه والتضييق والاهانه والاذلال، محاوله كسر الاراده دائمه ومستمره بما فيها التصفيات الجسديه. يعني تعرضنا لاكثر من محاوله، وفي النهايه نجحت محاولتهم مع الاخ مشعل، وبجوز تنجح معي انا كمان، يعني في النهايه نحن كلياتنا مشاريع شهاده. في يوم الإفراج عنه استدعاه اللواء علي مملوك وطلب منه أن يهدئ الشارع الكردي بأي مقابل يطلبه. طبعا رفض عرض مملوك وطلب منه إعادته إلى السجن أو سيخرج بدون شروط. عندها طلب منه مملوك أن يرفع العلم الكردي وبشكل تدريجي سيبدأون بإدارة المناطق الكردية. أيضا رفض وقال لمملوك عندما كنتم تمنعون وتعتقلون من يرفع العلم الكردي كنا نرفعه، أما الآن بما أنكم تمنعون من يرفع العلم السوري فسنرفع العلم السوري إلى جانب الكردي لأنكم منعتوه. وبعد أن خرج من المعتقل بيوم واحد عرض المجرم بشار الأسد الحوار معه ومع بقية الأحزاب الكردية. وقتها كانت بعض الأحزاب متلهفة وموافقة على الحوار، ولكن عندما أعلن رفضه للحوار أمام الشباب تحت خيمة الاستقبال عرفت تلك الأحزاب أن الشارع والشباب مع مشعل تمو وأن الشارع لا يرحم، تراجعوا عن خطوتهم وبدأوا بالتعامل مع النظام بأساليب أخرى من تحت الطاولة. خيارنا واضح، نحن مع الشباب، ما يطرحه الشباب نطرحه نحن، نتبناه، نفتخر بالشباب، نفتخر بطرحهم، نفتخر بقوتهم، نفتخر بإرادتهم وبعث النظام الأمني. حي الشباب، حي الشباب، حي الشباب، حي الحريه، حي الشباب، حي. ونقول لكل أخوتنا في الحركة الكردية نحترم قراركم، نحترمكم ونحترم سلوككم، نحترم إرادتكم، لكننا ننتمي إلى الثورة السورية وليس لكم. كنا ذاهبين أنا ووالدي والقيادية في تيار مستقبل زاهدة رشكيلو إلى اجتماع خاص للتيار، وفي الطريق خرجت أمامنا دراجة نارية وعليها شخصان وحاولوا عرقلتنا وأغلاق الطريق أمامنا، وكانوا يؤشرون لنا بأن نتوقف. طبعا لم نتوقف واستطعت التخلص منهم، وبعد ذلك انتبهت إلى السيارة التي كانت خلفنا. عندها غيرت الطريق وأخبرت والدي بأننا مراقبون، فطلب مني زيادة السرعة. دخلنا في الشوارع الفرعية، طبعا استطاعت السيارة التي خلفنا أن تتقدم أمامنا وحاولت أن تغلق الطريق. عندها رأينا شخص فتح باب السيارة وأخرج مسدسه ليصوبه علينا.
لكن لم يبقى معه مجال لأننا نجحنا في التخلص منهم مرة أخرى، وبعدها اتصلنا مع الشباب المجتمعين الذين كانوا ينتظرون قدومنا، فنزلوا إلى الشارع. بعد أن توجهنا إلى هناك أغلقوا الشارع ولم يبقى مع السيارة مجال ليلاحقونا. يعني تقريبا يعني كل ما بكون شارد ويدق الجرس بيجي يعني بحس بنفس الشعور انه يعني هجموا علينا. بيجي صوت من بعيد لو اي شيء، يعني بنزل على الشارع بشوف اي شرطي مرور، يعني مجرد بس بشوف سلاح بيد شرطي مرور او اي شيء بحس بنفس الشعور، بحس انه يعني على شوي راح يهجم. يعني الاغتيال السياسي المرتكب من قبل النظام السوري له تاريخه وله تجاربه العديدة، فهذه ليست المرة الأولى التي يقوم النظام بعملية مماثلة. فحادثة اختطاف ومن ثم اغتيال الشيخ الشهيد محمد معشوق الخزنوي خير دليل على ذلك، واغتيال الشهيد مشعل تمو يأتي في السياق نفسه، يأتي في سياق الاغتيال السياسي. وإثباتا على ذلك ما ارتكبه النظام بعد ذلك من مجازر بحق السوريين ومن عمليات اختطاف للنشطاء، منهم من عذب واغتيل ومنهم ما لا يزال مصيره مجهولا كالناشط شبال إبراهيم والكاتب حسين عيسو. وهذه الممارسات ربما ما تمخضت من هذه الممارسات هي المجازر في الحولة وفي تلبيسة وفي القبير وفي التريمسة، فهذه الممارسات ليست بجديدة على هذا النظام، ولا يدخل ما فعله من اغتيالات بحق النشطاء وبحق الشهيد محمد معشوق الخزنبي والشهيد مشعل تمو إلا في إطار الاغتيال السياسي. طبعا بعد محاولة الاغتيال الأولى خرجنا من المنزل أنا وهو وتوارينا عن الأنظار. كنت قد جهزت 3 منازل، كل عدة أيام نغير المكان، لم يعرف أحد مكاننا سوى شخصان. أما عندما يكون عنده أي اجتماع مع التنسيقيات أو قيادة التيار كنا نذهب إلى أحد منازل المخصصة للاجتماعات غير التي نسكنها. قبل عملية الاغتيال بيومين أخبرني بأنهم اتخذوا قرارهم بالاغتيال، وكان يقول بأنهم إما سيدبرون له حادث سير أو بالسم أو قتل بالرصاص. طبعا دائما كنت أحاول إقناعه بتسليح الشباب الذين يرافقوننا، وكان يرفض ويقول إن السلاح لن يحمينا والحماية مهما كانت كبيرة لن تستطيع إيقاف القتل.
يوم الأربعاء قبل الحادث بيومين أخبرني بأنهم سينفذون العملية خلال هذه الأيام. طلبت منه أن نسافر فورا إلى الخارج. ابتسم وقال أموت على أرضي وبين شعبي أفضل من أن أموت في بلد أجنبي. بدأ بالاتصال مع قيادة التيار في كل سوريا وطلبهم ليحضروا إلى قامشلو ليجتمع بهم كلا على انفراد ليوصيهم على كيفية إدارة التيار إذا لم يكن هو موجود. يوم الجمعة اجتمعنا في منزل شخص مقرب ومرافقه الشخصي منذ 3 سنوات أو أكثر وقد كان معه في السجن. المنزل عبارة عن حوش عربي. ذهبنا إلى منزله ليجتمع مع زاهدة وشخص آخر كان عضو في مكتب علاقات. نحن جلسنا في الخارج أمام الغرفة وبقي والدي وزاهدة والشخص الآخر مجتمعين بالداخل. قرع جرس المنزل. نحن عادة لا نفتح الباب ولكن في هذا المنزل بالذات تكون زوجة صاحب المنزل عندما نذهب إلى هناك هي تعمل لنا القهوة أو الشاي وتذهب إلى بيت أهلها القريب من المنزل. فعندما لأننا فتح الباب لأننا توقعنا بأن تكون زوجته جاءت لترى أن ينقصنا شيء. تفاجأ بوضع الرشاش في فمه وبدأوا بضربه. عندها دخل 4 أشخاص إلى الداخل. واحد بقي عند الباب والثاني وقف بقي عندي ووجه سلاحه علي واثنان دخلوا إلى الغرفة. قبل أن يدخلوا إلى الغرفة تكلم أحدهم مع الشخص الذي وقف عندي. همس في إذنه وأشر بيده علي وذهب إلى الغرفة. أنا لم أكن أحمل أي سلاح. بعد أن عرفت بأننا أصبحنا قريبين من الموت حاولت أن أهجم على الشخص الذي وقف عندي. طبعا الشخص ضخم جدا أطلق علي 3 أو 4 رصاصات. واحدة مرت من فوق رأسي والثانية من جانب أذني قريبة من رأسي. فهو تلبك ورأيت الخوف بعينيه لذلك أطلق النار على بطني وخرجت الرصاصة من ظهري. لقرب المسافة لم يبقى بيننا سوى أقل من متر. أما داخل الغرفة دخل الاثنان. عند دخولهم مباشرة قالوا مشعل تم وشرف معنا. فكان جوابه مين أنتم حتى شرف معكم. طبعا هو جالس ولم يتحرك. مباشرة بدأوا بإطلاق الرصاص الاثنين معا. زاهدة وقفت أمام سلاحهم لتحمي والدي. حاولوا إبعادها لم تبتعد فأطلقوا الرصاص على قدمها. أطلقوا ما يقارب أكثر من 20 رصاصة. 8 أصابت والدي بأماكن مختلفة من جسمه. طبعا أنا ما زلت على وعي وكنت أسمع صراخ زاهدة وقتها. أما بالنسبة لموضوع لمصلحة من الكل عرف مشعل تمو كان كل الشارع الكردي معه ولم يبقى دور لأحد آخر في المناطق الكردية. كما أنه كان رقما صعبا في توحيد الشعب السوري بكافة مكوناته وهذا التوحيد لم يكن يخدم أجندات نظام الأسد. أي بدأ يشكل خطرا واضح على النظام وقرار اغتيال مشعل تمو اتخذه رأس النظام السوري طبعا بعد أخذ الضوء الأخضر من بعض القوى الإقليمية. خطأ اليوم أن نختصر النظام بشخص. النظام هو منظومة قيم وعقل، منظومة اجتماعية، منظومة طبقية، منظومة اقتصادية، منظومة سياسية كبيرة كتير ومتغلغلة فينا للأسف. فنحن ما بكفي نشيل بشار أسد، بدنا نشيل من مخنا كتير من الأفكار والقيم والتعصب والآخري والشوفينية والعنصرية والآخري من الطرفين. في كتير من الكراهية، في كتير من التعصب لازم ينشال. ما بيسقط النظام
إذا ما أسقطنا منظومة العقل التابعة لهذا النزاع. الشهيد مشعل لازم يبقى حي فينا، حي فينا كأفكار وكقيم وكنهج نضالي. بعتقد هيك الوفاء، بعتقد هيك بيكون الاغتيال فشل، غير هيك بيكون احنا خسرنا وخسرنا قضيتنا. منو سهل تغير عقول الناس، منو سهل تقيم التعصب من مخ الناس، كتير مهم لازم ننتبه للنقطة. منو سهل ينسى المظلوم انه هو ظلم، منو سهل ابدا، ومنو سهل على الشعب الكردي انه يقبل اليوم انه تتعامل قضيته بهذا الاجحاف. صعب كتير عليه يفهم انه ليش هو ظلم وليش هلأ بده ينظلم من جديد. كمان لازم العربي يفهم هذه القضية، لازم يفهم انه المظلوم صعب بيسكت وصعب يقبل وبتعامل مع القضية بحساسية عالية. وكمان الكردي لازم يفهم أن الحقوق لن تتحقق هكذا، هي الدنيا امتحان وتجارب، ودائما هناك طريق طويل وصعب نحو الحق والعدالة. عهدا بدم كل شهيد ووفاء لكل شهيد، إن خيارنا هو خيار الشارع، خيار الشباب، خيار سوريا، خيار الحرية، خيار التحرر، خيار الديمقراطية، خيار التداولية، خيار نظام مدني ديمقراطي. ونقول لا لنظام الحزب الواحد، كفى يا حزب البعث، لم نعد نطيق وجودك. كل يوم يزداد بؤسا، كل يوم يزداد قتلا، كل يوم يزداد فتكا بأبرياء هاجسهم الوحيد هو الحرية، هو الحرية والتحرر من نظام طاغية يكفيه. فقد كل شيء، فقد ورقة التوت، فقد مشروعيته، فقد أي شيء، وآن له أن يقول كفى، وآن لنا أن نقول له كفى. Keep talking.